الحوار الوطني. الحوار الوطني اللي أنا قلت عليه قد يكون مئات المرات، ده خطوة من أروع، لا خطوة، إنجاز من أروع الإنجازات السياسية في بلدنا، مش في العشر سنين اللي فاتوا، مش في العشر سنين اللي فاتوا، ده من 72، وأنا عارف أنا بقول إيه وأعني ما أقول، من 72 ما عملناش إنجاز سياسي للتحاور ما بين القوى السياسية وبعضها البعض زي الحوار الوطني. فالحوار الوطني زي ما حضراتكم عارفين بيستأنف اجتماعاته، وده استعداد للمرحلة الثانية اللي هتركز وبشدة على الاقتصاد. معانا على التليفون صديق العمر الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. كيف حالك يا أستاذ جمال؟ مساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين، والتحية لبرنامجك الناجح أستاذ يوسف. حبيبة جمال عايزين نتكلم معاك عن الحوار الوطني واستئناف الجلسات، ويمكن انتوا اجتمعتوا كمجلس أمناء علشان بحث القضايا اللي هتبقى بإذن الله متعلقة بالحوار الوطني في الجولة القادمة أو في النسخة القادمة لو صح التعبير، والتركيز على المحاور أو المحور الاقتصادي بالتحديد. انتوا كده تلقيتوا كل الطلبات، وآخر يوم هيبقى بكرة صح؟ لو 11 فبراير بالضبط. كان من قبل يعني 10 أيام أو قبل أسبوعين، يعني من 10 أيام لأسبوعين، كان المنسق العام أستاذ ضياء رشوان أرسل لكل الكيانات والأفراد والقوى السياسية والأحزاب المشاركة في الحوار أو غير المشاركة، يعني دعوة لتقديم رؤيتها ووجهة نظرها واقتراحاتها في الملف الاقتصادي تحديدا. والملف الاقتصادي احنا تابعنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اكثر من لقاء، كان اخر حاجه فيها الاحتفال بعيد الشرطه 72، ووجه الرئيس بضروره بدء الحوار وانطلاق واستئناف جلسات الحوار والتركيز على القضايا الاقتصاديه. القضايا الاقتصاديه طبعا لانه ده الملف الضاغط والمهم والذي يتعلق بالمواطن بشكل عام ويتقاطع مع ضرورات الحياتيه، وبالتالي لها اولويه. انت شايف يعني انه العالم كله عنده ازمات اقتصاديه، ومصر ليست بعيده عن هذا العالم، وهناك حرص من راس الدوله على البحث عن حلول من منصه تفكير ومجلس تفكير زي الحوار الوطني، وبشكل اعمق كمان. يعني السيد الرئيس اكد على ضروره النقاش بشكل اعمق. يتزامن مع ده ومع تصريحات السيد الرئيس انه مجلس الوزراء ارسل للحوار الوطني دكتور مصطفى مدبولي الوثيقه الاقتصاديه. يتزامن ايضا من ناحيه ثالثه انه في بيان صدر من مجلس الوزراء يؤكد فيه انه قام بتوجيه الحكومه ومؤسسات الدوله على تنفيذ يعني توصيات ومخرجات النسخه الاولى من الحوار. طب وسط هذا الزخم اجتمع النهارده مجلس الامناء من الساعه 1 ظهرا، واستمر الاجتماع نحو 7 ساعات، وكانت النتيجه يعني كان هناك حرص شديد جدا ورغبه كامله من قبل مجلس الأمناء وكل أعضاء مجلس الأمناء لمناقشة التالي: 1، يعني مراجعة ما تم في النسخة الأولى والوقوف عند الملاحظات والاستفادة منها فيما هو قادم. 2، قدم الدكتور أحمد جلال المقرر للمحور الاقتصادي والأستاذ عبد الفتاح الجبالي المقرر المساعد للمحور الاقتصادي تصور كامل وتوصيات كاملة للمحور الاقتصادي والقضايا والموضوعات الاقتصادية، وتم يعني الاتفاق على انه خلال الساعات القليلة المقبلة سيقوم او يجتمع الدكتور احمد جلال مع نخبة من الخبراء والمتخصصين. لا الخط قطع جمال في لحظة حاسمة. على كل خليني أشكرك أولا الزميل العزيز الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.